صباح الخير والعافية على عيونكم متابعينا الكرام، وين ما تكونوا إن شاء الله كلكم بخير وصحة وتمام العافية. اليوم إن شاء الله هالفيديو مالتنا راح تقضوا ويانا من الصبح لليل. هاي أول ما بدينا الصبح راح نحضر الريوق. أول ما تبديني تحضر الريوق أكيد قورة شاي. أنا هذا الفيديو صورته بعطلة نهاية الأسبوع، بس ما صار لي مجال أنزله، ف يعني هسه يلا صار مجال إنه أنزل هذا الفيديو. شوية كنت مشغولة ويا الأطفال. هنا أنا بديت أحضر الريوق. إحنا بطبعنا نحب البيض، فنسوي بيض بكل الأنواع، حتى لو أكو أجبان ألبان قيمر لازم نسوي بيض. بعض من بناتي يحبون البيض بالبيض عيون، البنات الصغار يحبوه بيض وطحين، هيك أسوي لهم إياه. ومرات أسوي بوتيتة طماطة هم أخلي عليها بيض، يعني نحب البيض بشكل عام بس نغير شوية بيه، لان احنا مو كل يوم يعني نلتم على الريوق. اثناء الدوام المدارس البنات يتريقون من الصبح سريال وحليب ويطلعون المدرسه، ابوهم مرات يطلع قبلهم او يطلع وراهم حسب شغله، ونبقى بس انا وساره نتريق لوحدنا. فبعطله نهايه الاسبوع يكون يعني لمتنا على الريوق، ونسالهم شو تحبون تاكلون على الريوق، كل واحد عاد يقول مقترحاته للريوق. هاي بين ما كمل الريوق هسه عندي شاي خضر. أنا الشاي أخلي مي وهيلة بس شوية يفور المي، أخلي الشاي فورة واحدة وأطفي الطباخ وأخلي بين ما أكمل الريوق يكون هو خضر، يعني صار طعمه كلش طيب وأخذ ريحة الهيل. والشاي اللي أستخدمه أجيب أنا شاي فل، أجيبه بعطر وبدون عطر وأخبطهن سوية. هاي ريوقنا بعد ما جهز، هسه إن شاء الله نتريق ولنا من البيت على السريع، وراح أخذكم ويانا بجولتنا الطويلة لهذا اليوم. راح ننزل على مدينة شيكاغو، السوق من المحلات العربية يعني محتاجة بعض الشغلات، والبنات محتاجين ملابس، راح نروح على المول مسوين هناك هم تخفيضات. يلا بعد ما راح احكي لكم على تفاصيل الفيديو، راح اخليكم تشاهدون الفيديو للاخير بفقرات كلش حلوة ومنوعة، وان شاء الله تستمتعون بهذا الفيديو ونال استحسانكم ورضاكم. وانتظروني بنهاية الفيديو راح نقدم طبق حلو من الحلويات الباردة، ما يحتاج لها فرن، طريقة جدا سهلة وبسيطة والطعم كلش طيب، فخليكم ويانا. وهاي هنا أنا بعد ما كملت فرع عن المحلات العربية وسوقت شوية، الدنيا ليلت من وقت لأن الدنيا شتاء، فدخلنا على مطعم هندي صار هو غدا وهو عشاء. احنا دائما بناتي من ننزل مدينة شيكاغو لازم ياكلون مطعم هندي، يعني يفضلون المطاعم الهندية عن المطاعم العربية، يحبون الأكل الحار. هاي بعد هيجينا للمول ناخذ لهم ملابس، لأن اكو محل مسوي تخفيضات هائلة عن الملابس، بس مع العلم الملابس اللي مسوي عنها تخفيضات كلها يعني ما ناسبتهم، ما أخذنا لهم من عندها، أخذنا لهم من الملابس اللي ما مسوين عليها تخفيضات أساسا. يعني
وهاي هنا أنا طريق رجعتنا للبيت. إن شاء الله من نوصل للبيت بخير وسلامة راح أشوفكم شنو أخذت من المحلات العربية بشكل يعني سريع، وبعدها إن شاء الله نحضر طبق الحلو باستخدام الشعرية الباكستانية. طريقة جدا سهلة وبسيطة وطعمها كلش طيب، ينفع تقدمي وقت العصرية ورا العشاء. إن شاء الله راح تستفادوا من الطريقة اللي راح تشوفوها. وهنا أنا عرض سريع للمشتريات اللي أخذتها من المواد الغذائية. دائما يعني هذا البسكيت، الصاص، المي ورد، الصويا صوص، هاي أجيبها كلها أنا من المحلات العربية. دبس الرمان، هاي الأجبان يعني متوفرة عندهم بكثرة. هاي الشعرية الباكستانية، النومي بصرة، اللبن هذا النوع موجود عندهم دائما، إحنا ناخذ هاي الماركة. وهنا أنا الأجبان والألبان، هاي عجوة التمر، هذا الحليب المحلى المكثف، وأخذت جبنة كرافت، وهاي النمنمات مالت البنات لازم يلملمن، ما نطلع إذا مو لازم هاي النمنمات ويانا. وهذا هنا البنات يحبون النودلز الحار، أخذناه من محل يبيع بالشغلات اللي تجي من الصين، يحبون هاي الأكلات الحارة. وهذا إن شاء الله طبق الحلو اللي هسه إن شاء الله راح تشوفون طريقة تحضيره. بالبداية هنا أنا عندي ملعقتين أكل من الزبد، راح أخليها تذوب وأكسر الشعرية وأخليها على الزبد، أحمس شوية الشعرية بالزبد، وبعدين إن شاء الله أفرغها ببايركس أو صينية ونكمل باقي الخطوات. هاي هنا أنا بعد ما حمستها هسه إن شاء الله راح أفرغها ببايركس حتى نشوف الخطوة الثانية. هاي تعتبر الطبقة الأولى من الحلى. الطبقة الثانية عندي كوبين من الحليب، كامل الدسم قليل الدسم كيفكم، كوبين حليب راح اضيف عليه كوبين العفو باكيتين من كريم كراميل. هاي فتحت الاثنيناتن، هسه راح اضيفن على الحليب وابدي احرك الحليب ويا خليط الكريم كراميل الى ان يذوب ويبدي يغلي. من يفور الحليب وهذا شوفي انه ذاب حبيبات الكريم كراميل، اضيفيه على طبقة الشعرية، ودائما ابقي مستمرة بالتحريك لان هذا بحليب ويلزق بأسفل الجدر ويحترق، يعني يصير بريحة حرق، فابقي مستمرة بالتحريك. هاي بعد ما بدأ يفور هسه ان شاء الله وهو حار راح افرغه على الشعرية اللي بالبايركس حتى الشعرية تتشربه. هاي بعد ما ضفته هنا أنا وهو حار، هسه الشعرية راح تشرب كل هذا الكريم كراميل. وهو حار راح اخلي عليه طبقة من البسكت، بسكت الشاي، اي نوع بسكت انت حابة تخليه، يعني ماكو يعني نوع معين، بس احنا البنات يحبون هذا بطعم الكاكاو فاخلي لهم اياه دائما. بعد ما صفيت البسكت بهالشكل هسه ان شاء الله راح نسوي الطبقة الثالثة، لا الطبقة الرابعة. هسه علبة قشطة واربعة حبات من الجبن كيري واثنين مغلف من كريمة الخفق، وانا طبعا ما بين عندي هنا أنا بالتصوير ضفت ربع كوب من الحليب، ربع كوب حليب بارد حتى يساعد الكريمه يعني تنخلط وتصير بقوام يعني ثقيل. شلون هسه هيك صارت، تستخدمين الخلاط العادي. هاي بعد ما انخلطت كل المواد هسه ان شاء الله راح افرغ هاي الكريمه على طبقه البسكت بهالشكل، وقبل ما ادخل الثلاجه راح ازين هذا الطبق، وطريقه التزيين تبقى بعد حسب الرغبه. أنا هنا أنا كسرت بسكت خليت على جهة، وهنا أنا خليت قطع من الشوكولاتة. هاي الكياس اللي تجي ويا الباكيت الكريم كراميل، هذا الكراميل اللي وياه راح أفرغه أخلي على جزء من الحلى، وأخلي عليه قطع من الشوكولاتة، وأخلي البايلكس بالثلاجة يبرد، وتبدين تقطعي وتقدميها، طعمها كلش طيب. وشفتوا سريعة التحضير. هاي هنا بعد ما بردت اول وحده جربتها يارا انطتني
لايك، هي أول واحدة تنطي لايك. فإن شاء الله تجربون هذا النوع من الحلى وينال إعجابكم، وإن شاء الله كان هذا الفيديو فيديو ممتع ومسلي واستمتعتوا به. ألتقيكم إن شاء الله بخير وعلى خير بالفيديو القادم، ومع السلامة.